جديد أكثر من مسابقة موجودة معنا في هذا الملتقى. خلونا مع أول مسابقة اللي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة في المنطقة ومساعدتها على تنمية أعمالها في مراحلها المبكرة. نتمنى من لجنة التحكيم يتفضلوا على الكراسي الموجودة هنا في الصف الثاني. لجنة التحكيم يرفعوا أيديهم إذا ممكن. تفضلوا. طيب إذا ممكن في هناك. تمام، في هناك كراسي لجنة التحكيم. إلى ما يوصل لجنة التحكيم للكراسي، خلينا نقول إنه فكرة المسابقة إنهم راح يقدموا الآن المتسابقين النهائيين طبعاً اللي هي 9 شركات، شركاتهم الناشئة على منصة عرب نت خلال 5 دقائق لكل شركة أمام مجموعة من المستثمرين والحاضنات وحضراتكم الموجودين. وأيضاً قبل لا يبدأوا يقدموا، خلونا نشكر راعي المسابقة أرامكو، وأيضاً شريك التدريب، شكراً جزيلاً أرامكو، وأيضاً شريك التدريب كاوست على دعمهم لهذه المسابقة. الآن يتفضلوا المتسابقين خلال 5 دقائق نستعرض 9 شركات. أترككم مع هذا مع هذه الفقرة. مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا وائل كابلي، المدير التنفيذي لشركة كيورا، واليوم اسمحوا لي أحكي لكم عن قصة واحدة اسمها ندى. ندى عمرها 30 سنة، شابة سعودية تشتغل في الرياض. عندها ألم خفيف يروح ويجي من فترة، ولكنها كانت تتجاهله. السبب إنها تعرف إنها كل مرة تبغى تروح فيها المستشفى لازم تسأل مين أحسن طبيب وفي أي مستشفى، وتروح تكلم المستشفى وتحجز موعد، واحتمال يطلع الموعد بعد أسابيع، وتروح تدبر سيارة يوم الموعد، وتستأذن من عملها، وتجلس في الانتظار إلى أن يدخلوها على الطبيب، وبعدين تدخل على الطبيب يسألها كم سؤال، وفي أقل من 10 دقائق تكون خرجت من عنده. أغلب الحضور اليوم مرت عليهم أحداث مشابهة. اليوم إحنا نعيش في أوقات مزدحمة بهموم الحياة ومتسارعة، وهذا السبب اللي خلاني أنا وزملائي نجتمع ونأسس كيورا. كيورا بكل بساطة هو التطبيق الأول في الشرق الأوسط اللي يقدم الخدمات الطبية من هاتفك الذكي بكل سهولة ويسر، عبر التواصل مع مجموعة من الأطباء والطبيبات المتميزين في جميع التخصصات. اسمحوا لي أخذكم في رحلة عبر كيورا. بكل بساطة، مجرد ما تدخل التطبيق وتختار أستشر أخصائي، تقدر تشوف تطلع لك قائمة من مجموعة أطباء في مختلف التخصصات، وإذا دخلت على بروفايل الطبيب تقدر تشوف مؤهلاته العلمية وخبراته العملية، وبالإضافة إلى تجارب العملاء الآخرين. إذا ناسبك الطبيب تقدر تدخل معه في استشارة متكاملة صحية، بحيث أنك عبر واجهة سهلة ومتطورة تشبه الواتساب، ولكن حرصنا أنه أساسها الخصوصية والأمان. نظام الاستشارة مبني على سير عمل بينك وبين الطبيب، يتيح للطبيب قبول الاستشارات والرد عليها أو تحويلها لطبيب آخر. مؤخرا أطلقنا خدمة جديدة اسمها كيورا إني تايم، هدفها للأشخاص اللي يحتاجوا رعاية أولية الآن دون الحاجة إلى إجابات متخصصة. فبالتالي التطبيق راح يوصلك بأحد أطبائنا الموجودين على مدار الساعة عبر الاتصال الصوتي من داخل التطبيق. وعدنا للعميل بسيط، بحيث أنك في أي وقت ومن أي مكان تستطيع أن تحصل على مساعدة طبية، ورح نقدم لك تجربة صحية متميزة. ندى اللي قلت لكم عليها ترى ما هي شخصية خيالية يا جماعة، هي واحدة من 9000 عميل موجود لدينا اليوم، يخدمهم 120 أخصائي واستشاري في التطبيق. معدل نمو عملائنا اليوم 25% شهر عن شهر، وهذه فقط البداية، لأنه حجم سوق الاستشارات عن بعد في المملكة يقدر ب 531 مليون دولار. بالنسبة للمنافسين، الحصة الأكبر في السوق اليوم تتجه لإيش؟ للاستشارات عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، وبالتالي هي غير منظمة وغير آمنة. وبالنسبة للمنافسة الأخرى، يوجد بعض التطبيقات الصحية اللي موجودة اليوم لكنها محدودة، وإنها تحاول تحل المشكلة من زوايا مختلفة، مثل إيش؟ مثل تقديم جدولة المواعيد،
مثل عمل أدلة للأطباء أو توصيل العملاء بأطباء مجهولين ما يعرفوهم. وهذه إحنا نعتقد في كيورا جهود غير كافية لإحداث نقلة نوعية في الرعاية الصحية. طبعاً إحنا عملاءنا أي واحد عبارة عن شخص, أي شخص يحتاج يروح يشوف طبيب يحتاج تشخيص مبدئي هو عميل لنا. وبالتالي كيورا تولد مدخولاتها بطريقتين. الأولى عبارة عن اشتراكات شهرية في الرعاية الأولية, وبالتالي يتم دفع مبلغ ثابت للأطباء شهرياً. أما الطريقة الثانية هي الدفع مقابل كل استشارة, والدفع مقابل كل استشارة يتم تقاسم المبلغ مع الطبيب. بالنسبة للمستشفيات والمراكز الصحية رح نتجه لهم بنموذج عمل في المستقبل القريب بإذن الله. أغلب تكاليف كيورا تتركز في الرواتب وفي المنصة التقنية. الفريق الطبي يعمل معنا كعمل جزئي, والفريق التقني مهمته إعداد الأطباء وخدمة العملاء وتطوير المنصة التقنية. أنا كمؤسس راح أستثمر خبرتي اللي أخذتها في عملي من خلال عملي في شركة مايكروسوفت كمستشار تقنية معلومات على مدى سنين, بالإضافة إلى عملي مع كبرى الجهات الحكومية والقطاع الخاص. كذلك أسست شركة في البيانات الضخمة في قبل كيورا يساعدني في مهمتي زميلي اللي أمضى أكثر من 8 سنوات في تقديم برضو حلول متطورة لكبرى الجهات الحكومية. سنة 2016 كانت سنة حافلة بالنسبة لنا, أطلقنا فيها الشركة وبدينا فيها الانطلاق التجريبي وبدينا التشغيل. أرجو من الجميع مشاركتنا حلمنا بكل بساطة, نريد أن نغير طريقتك للذهاب إلى الطبيب. أرجو من الجميع تحميل كيورا ومتابعتنا على تويتر. استشارتكم الأولى مجانا علينا, وشكرا لكم. الحياة ما صارت زي أول. الناس تضطر تعيش في بيوت أصغر وأصغر. صاروا يحاولوا يستغلوا كل سنتي في المكان حتى يستوعبهم ويكفي احتياجاتهم. ياسمين وزيد عروسين استأجروا شقة مساحتها 120 متر وبدأوا رحلة البحث عن المفروشات. كل يوم محلين ثلاثة. هذا المحل عنده تخفيضات, الثاني عنده أشياء أحلى, بس الثالث عنده كواليتي أفضل. هذا كله هم لسه ما دخلوا فرجة الأرضيات ولا الجدران. ميزانيتهم كانت لفرش الشقة كاملة ما تتجاوز أكثر من 30,000 ريال. فكروا بدل تضييع الوقت والمضاربات إنهم يستشيروا مصمم داخلي, بس انفجعوا لما انطلب منهم أكثر من 15,000 ريال قيمة تصميم بس. ياسمين وزيد في منهم سنوياً بالسعودية أكثر من 100,000. عشان كده عملنا غرفة, منصة إلكترونية بتربط بين العميل المصمم والمقاول للحصول على خدمات التصميم الداخلي بسعر ثابت وحسب ميزانيتك وستايلك. 500 ريال بس تقدر تحصل على تصميم لغرفتك. الموضوع مو بس سرعة وسهولة, لا, نحن قدرنا نوصل للأسعار المتاحة عن طريق استخدام المصممين الفريلانسرز للمفروشات الجاهزة. هذا الشيء خلانا نقدر نصمم أصغر مكان عندك بالبيت أو حتى لو مول على الأمر. مصممينا معتمدين وعملائنا بيحصلوا على عروض من محلات المفروشات والمواد, مما بيخليهم يوفروا أكثر من 30%. الفلوس ما بتتحول للمصمم إلا بعد ما يكون العميل راضي تماماً. وللمصممين فنحن وفرنا مجموعة من الخدمات المساندة, ساعات العمل المرنة ومكتبة المواد يلي بتخليهم يعملوا أكثر من 15,000 ريال شهرياً إذا اشتغل 6 ساعات باليوم. Our community is growing, بس نحن ما عم نختار إلا الأفضل. نحن حالياً قبلنا 25 مصمم من أكثر من 300 مصمم. في المملكة العربية السعودية سنوياً أكثر من 400 مصمم داخلي بتتخرج. نحن بنستهدف شباب الأعمال يلي عم بيفتحوا مكاتب أو محلات صغيرة, العائلات الصغيرة والجديدة اللي عندهم طفل أو طفلين. حجم سوق التصميم الداخلي في السعودية يقدر بأكثر من 10 بليون ريال سعودي, وبنسبة زيادة 10% سنويا. خلال فترة 6 شهور إجانا أكثر من 350 طلب من كل أنحاء السعودية.
عملنا منهم 70 مشروع بمجموع أعمال 1,000,000 ريال سعودي، نصيبنا منها كان 50,000 ريال. نحن بناخذ عمولة 20% على كل عملية تصميم بتتم عن طريق موقعنا، 2% عمولة على كل عملية تنفيذ بتتم عن طريقنا، وما بين 5-10% عمولة على كل قطعة مفروشات ومواد تشترى عن طريقنا. إن شاء الله بنهاية 2019 فنحن حنعمل أكثر من 20,000 مشروع نصيبنا منها 20,000,000 ريال. هذا المشروع كان مجرد فكرة بسيطة، وبصراحة ما كان حيصير لواقع إلا لما كان فريق بخلطة سحرية ما بين الشغف، التقنية، الحماس، اجتمعوا كلياتهم عشان يعملوا هذا الفريق. أنا مروة ناظرين وشركائي حسان كوشك مدير العمليات، عبد العزيز العمري مدير التقنية، وشل كسيح مديرة المحتوى. هذا المشروع عشان يكبر محتاج دعمكم، محتاجين 750,000 ريال حتتوزع ما بين التقنية، التسويق والتشغيل. برأيكم ياسمين وزيد كم دفعوا لنا؟ إذا بدكم تعرفوا حنستناكم تزورونا بالبوس. شكرا. السلام عليكم. تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے آگے آسماں ابھی اور بھی ہے. You are an eagle and your job is to fly. And there are skies and skies and skies in front of you. Halayalla was created by two brothers, Nadeem and Fahim Baksh. They realized when they were in school, when they came out of school and when they finished college, they realized that there weren't enough applications that connected sports activities. Now, if I wanted to play a football match after college, it was a huge hassle because I had to use WhatsApp to form groups. I had to use so many other applications to get people together. Most of the times, most of the people didn't show up. So they decided that they needed to make an application. Nadeem Baksh has been working as a UX expert for the past 15 years, and Fahim has been doing his business with the Saudi Corporate League. The Saudi Corporate League is a football league in Saudi Arabia. Halayalla is an application that aims at connecting people through activities, through events, physical and social. There are a few problems that we addressed as Halayalla. We realized that arranging and attending activities and events was an issue for the entire community. The other thing was that we never really got to know what sort of events or activities were happening around us. We also realized that Saudi Arabia has an inactive society. The fact that Saudi Arabia ranks third in a study done by a British magazine called Lancet in the most unhealthy people in the world was a reason of concern. We realized that we needed people to come out, start being fit physically, and we also realized that there was an absence of technology when it came to getting all of these things together. Halayalla is divided between three main applications. There is a consumer application that is already launched. It's in its please don't judge us phase, also called the beta phase. Any sort of input would be wonderful, valuable to us. It would be great if you could download and tell us what's wrong with the application. The application allows users to create activities, any sort of activity. It could be sports, it could be football, it could be basketball. We have certain special components in the application that allow you to choose formations for football, formations for basketball, allow you to create teams in football and basketball and all other sorts of sports like tennis, for example, table tennis, any sort of sport. It also allows you to, the application also allows you to create events. Events like, for example, a food event, a cooking event, a painting event. You can create all of those through the application and get people to know about. We have a private application for trainers. What Halayalla does is that it gives a platform for trainers, coaches, and people who want to take classes to come up and advertise their classes. We allow them to charge users for these classes.
Now, the Trainer app is a private app that is dedicated towards allowing the trainer to keep track of everything that's happening within his class. We have another app called the Tournament app. It is for all the companies, all the big sports institutions that want to hold tournaments. They allow you to create, the app allows you to create a tournament. It allows you to keep absolute track of everything that's going on within that tournament. We have a few ways that we're collecting revenue right now. Venue fees commission, coaching commissions, and class booking commissions are make part of our revenue. We have a tournament fees. We have a sort of in-app advertising and sponsorships. We hope that we organize and book. We empower people to organize and book activities. We hope that we impact the community by making it a more active community, provide a lot of management services for venues, and reach, inshallah, national and Olympic goals through this activity. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. My name is Ahmed Al-Badr. I'm here to talk to you about صحتك. صحتك, cue please. What you see up there is a sentimental story for me. That's my niece. That's my niece Fatima. That's my late niece Fatima. I say this always painstakingly. It's really an emotional story for me. Had we found the right medical services on the right time, the suitable medical services back then, my niece would be 10 years old by now. And that's what my sister says. After that, we decided to solve this. We decided to put an end for this, to put a solution. That's why me and a group of highly like-minded people who have been in the health industry, who have been in respectable institutions, who have worked on health solutions for almost 15 and 20 years in Saudi Arabia, have came together, heard the story, and decided to do something about it. We decided to put care back into the healthcare. Today, I'm proud to announce that صحتك is live, and it is not just a booking app. صحتك is more صحتك is more of a patient portal. It takes the whole medical service journey. So we found the problems that exist today into providing medical services in Saudi Arabia and try to solve it one after the other in one shot. So to avoid what happened to my niece, we decided to provide a baseful, not a baseless decision on a decision of selecting a doctor, a 60-second time that it takes to find one, and a huge amount of communication possible with the doctor pre- and post-treatment, which does not exist right now. And the most important thing is a medical history keep-up, which, as you all know, matters most at your medical treatment. We are not an online consultation. We make whatever is happening right now much better. So we provide your medical history. We provide a two-way rating. We provide even an eligibility, live eligibility action, which is the only company in the region that does this due to our communication with the insurance companies. If you look at our competition, as you can see over there, we're providing a full medical journey. From the appointment, to the consultation, to the prescription, to the lab results, to the follow-up, to the treatments, to even the next journey. So we would like you to be in charge of your medical treatment. We'd like you to be aware of what's going on. The rest is, most of our competition doesn't really count as competition as because they're providing booking or online consultation. That does not count for a medical service. If you ask all doctors, the journey of treatment is what matters. You follow up, the application will even remind you of your prescription, will remind you about your treatments, will remind you about your activities that you need to follow up with the doctor. So, and if we speak about our market, as you can see, there is at least
100,000 doctors in Saudi Arabia and GCC. We're targeting in the first 2 years at 10,000 doctors. And that alone, can, if you multiply that by 40 appointments or 40 journeys in one day, you do the math, that's almost 1.2 million transactions. We have already gained some traction with two main hospitals, and we're already with 200 clinics. So we already have got the traction necessary to provide the number of patients and the number of medical providers. If we talk about our product, we have decided not to be just in one line of business. We've introduced four areas of business. First of all, obviously, it is the booking and the transaction, which is always the first. Then we have the sponsored contents, which we are providing for pharmaceutical, which is a main business line revenue, because as you know, in Saudi Arabia, pharmaceutical cannot advertise anywhere. And this is the only channel, actually, is internet. The next thing is providing business services for the medical services, like revenue cycle management, like white labeling, and even outsourced call centers. Last but not least, and most importantly, is the big data. We are in this for the big data. We are in this because we are going to collect the full cycle, the full treatment. That's what I'm targeting at, and that's what I will get. I built something in 2003, but we were not able to actually use the data due to restriction. This time, that's not going to be the case. So if this is our wave of cost, and finally, I'd like to say we are not in the business of getting likes for a doctor or two-way ratings. I'm actually in this for my cause. I'm actually in this for Fatima, my niece. We're in the business of saving lives, not likes. Thank you. السلام عليكم. اسمي عبد الله غدوني، امثل spoily.com. spoily.com بلاتفورم يربط بين صالونات تجميل، مقدمين خدمات تجميل، والبنات. بالبدايه خلوني اعرفكم على ندى. ندى عندها صالون بالرياض، شغاله بالمجال هذا من 15 سنه، عندها فرعين، امورها ماشيه تمام. بالسنوات الثلاث الاخيره البزنس عندها قاعد يدهور، مو بعارف ليش. عندها مشاكل بالجودة، عندها مشاكل ما تستخدم نظام فوترة ولا نظام حجوزات، حتى ما عندها ويب سايت وما تظهر على جوجل نهائيا، حتى أنه بعد فرض رسول المحلات الجديد قاعدة تفكر فعليا أنها تسكر فرع من الفروع وتركز على فرع واحد، لأن التكاليف قاعدة تطلع بشكل كبير عندها. نادى زي 90% من الصالونات اللي بالسعودية ما عندهم ويب سايت أو ما يظهرون على جوجل. نادى زي 60% من الصالونات اللي بالسعودية ما عندها نظام للفوترة أو إدارة الحجوزات. ندى في زيها صالونات جديدة يسكر منها 50% بعد أول سنة من بدايتها، يعني 50% من الصالونات الجديدة تسكر بعد أول سنة بسبب سوء الإدارة والتسويق وقلة الخبرة بالمجال هذا. ندى عندها عميلة دائما تجي للصالون اسمها سارة. سارة مشكلتها أنها لما تجي للصالون يضيع وقت كثير وهي قاعدة تنتظر. عندها مشكلة حتى لو فكرت تنظم وقتها وتحجز مسبقا، ما حد حيرد على التليفون، ما حد حيرد على انستغرام مسجز ولا واتساب. وإذا صارت محظوظة وردوا عليها راحت للمحل برضو حيضيع وقتها لأن عندهم مشكلة بإدارة الوقت. فكرت سارة كثير أنها تغير الصالون هذا حق ندى، لكن مشكلتها راحت الجوجل في 90% ما تظهر من الصالونات. حاولت تشوف بعض الإعلانات اللي تطلع على إنستغرام من المؤثرين، مشكلتها ما تثق بالإعلانات زي كثير مننا اليوم. فأبسط حل لها أنها تشوف توصيات من أقاربها وجيرانها وغيرهم. الآن الحل اللي قدمناه في سبويلي لندى، عندنا منصة تدريب للصالونات أقمنا فيها ورش عمل حول السعودية، حضرها عدد كبير من الصالونات، نعلمهم على البيسكس بإدارة الصالونات والبزنس والماركتينج والمحاسبة وغيرها. يعطيها تقارير شهرية عن أدائها، يعطيها ويب سايت تلقائي عشان تظهر على جوجل وتقدر تلاقيها سارة بشكل مباشر. وبنفس الوقت منصة سبويلي هي أول منصة تظهر بالسعودية ومحلية 100%. بالنسبة لسارة، كيف نساعد سارة؟ سارة أعطيناها أداة بسيطة تكتشف الصالونات اللي حوالينها، أفضلها سعراً وتقييماً وخدماتاً. الآن
ايش قاعد تسوي سبويلي بالسوق؟ سبويلي بدا من ابريل 2016 اطلقناه في دبي في ستيب كونفرنس. عندنا الى الان 1700 حجز مؤكد تم تقييمه. عندنا نمو شهري ب 25% شهر عن شهر. عندنا 40,000 زياره جديده على المدونه. المدونه تقدم محتوى يعلم ندى كيف تسوي بزنس ويعلم ساره كيف تسوي ميك اب بالبيت. عندنا ورش عمل اقمناها بالسعوديه حضرها 257 صالون، سجل منهم معنا الى الان 161 صالون. هذا الاسبوع على فكره ان شاء الله حنسكر 200 صالون. تواجد الصالونات زي ما تشوفون بالخريطه 60% منها بالرياض، احنا بيس بالرياض والاجزاء الباقيه بالجهات الثانيه من السعوديه. عندنا صالون اسمه لمعه اظافر، تقول مديره الصالون نوف انه جانا 40% من عملائنا الجدد في مرحله من المراحل عن طريق سبويلي. الان عندنا بعض الشراكات اللي اقمناها مع شركات التجميل اللي تقدم منتجات عشان نساعد الصالونات في التدريب ونقدم لهم منتجات جديده كمان وخبرات. عندنا فراميزي بيوت وايفا جاردن وشغالين على شركات جديده ايضا. الان ايش المرحله التاليه بالنسبه لسبويلي؟ ننوي نحقق عن طريق العمولات بالحجوزات والنيتف ادز للرانكينج على المنصه نفسها 400,000 بالسنه الاولى دولار، والسنه الثانيه 3 مليون، والسنه الثالثه 10 مليون. عدد الصالونات حسب احصائيات مصلحه العامه للاحصائيات بالسعوديه فيها 5800 صالون زي ندى. الريفينيو بالماركت هذا في 2 مليار دولار حسب اليورو ماني، وفي زي سارة 6.5 مليون متصلين على الانترنت ويأخذون خدمات تجميل شهريا بما لا يقل عن 32 دولار للمرة الواحدة. نحتاج دعم ب 600,000 دولار، نتطلع أن يكون معنا شريك في مجال المنتجات الاستهلاكية التي تستهدف النساء أو الكوزمتكس. Get spoiled your way، نقول للبنات دللي نفسك على كيفك. فعليا في كود للبنات عرب نت، احجزوا اليوم وخلال المؤتمر راح تاخذون خدمات مجانية بالصالونات وتخفيضات. فريق العمل زي موجود ما هو على الشاشة، عندنا خبرات في الكلاود تكنولوجي والموبايل. عندنا ما عندها خبرة أكثر من 6 سنوات في إدارة الصالونات بالرياض وبعض مناطق المملكة. عندنا التيم اللي تشوفونه هذا تيم دائم موجود بسبويلي، ظهرنا في أماكن إعلامية زي مجلة هي، عالم التقنية، وعلى ومضة. وشكرا لكم. السلام عليكم، اسمي وفاء الأشولي، سعودية، أعمل في القطاع الخاص من 10 سنوات. اشتغلت في إدارة الاستثمار، التحليل المالي، تمويل المشاريع، وإدارة الخدمات. أكلمكم اليوم بصفتي شريك مؤسس في سيربس. أمثل فريق رائع مكون من علي مدير التقنية، واللي عنده أكثر من 15 سنة خبرة في بناء وتطوير أنظمة معلومات متقدمة، إضافة إلى جاكومو مدير تطوير المنتج، واللي عنده خبرة سابقة في شركات رقمية ناشئة في إيطاليا وأجزاء أخرى من أوروبا. في البداية اسمحوا لي أشارككم المشكلة اللي كانت المحرك الرئيسي لمشروع سيربس. في رمضان الماضي وكجزء من تجديدات العيد قررت أني أغير لون جدران الصالة، والحقيقة أنا شخص يهمني يكون السعر مناسب إذا ما كان الأقل. الحل التقليدي إني أكلم أخويا يكلم الحارس يشوف دهان، الأمر اللي ما فيه مرونة وياخذ وقت. جربت أبحث في جوجل عن أرقام وأسعار دهانين بس ما وصلت لنتيجة. الحل اللي كان المفروض يكون أكثر تطوراً هو إني أستخدم تطبيق صدر مؤخراً متخصص في صيانة المنزل، بس الصراحة ما كان مفيد من ناحية المقارنة والمفاضلة، لأن التطبيق بيعطيني اسم الدهان للتواصل معه من خلال التطبيق، والنتيجة إنه الدهان زاد سعره بنسبة 15% اللي هي نسبة مشغل التطبيق. يعني من الآخر دفعت للدهان وللتطبيق. اتخيلت لو يكون عندي حل يوصلني بأكبر عدد من الدهانين عشان أقارن بين أسعارهم، وياريت كمان لو يعرف كل دهان إنه بيسعر وكأنه في مناقصة، وإني راح أفاضل بينهم بناء على السعر وعلى تقييم العملاء السابقين. ومن هنا اشتغلت مع الفريق على إنشاء سيرفيس، الحل الأمثل للحصول على الخدمة، سواء كان طلبت في مجال صيانة المنزل
تنظيم الحفلات، الصحة، التجميل، سيرفيس راح تساعدك على الحصول عليه. مع سيرفيس يختار العميل الخدمة المطلوبة، يتواصل سيرفيس مع جميع مزودين الخدمة اللي يناسبوا طلب العميل ويعطيهم الفرصة إنهم يرسلوا سعرهم ويتواصلوا مع العميل. سيرفيس هو سوق إلكتروني يوفق بين العرض والطلب، بين عميل محتاج إلى خدمة وبين مقدم الخدمة، لكن ما يتدخل في المراحل التالية للتوفيق بينهم من مفاوضات وتسليم واستلام إلى آخره. سيرفيس مجانية للعميل، لكن مزود الخدمة يدفع مبلغ بسيط للتواصل مع العميل. دفع المبلغ يضمن جدية مقدم الخدمة، وبالتالي يستلم العميل عروض أسعار حقيقية فقط. اسمحوا لي أشارككم دراسة مختصرة عن سوق الخدمات. أظهرت الدراسات أنه على مستوى العالم يبلغ حجم سوق خدمات صيانة المنزل والاستجمام والتدريب حوالي 600 مليار دولار سنوياً. على مستوى المملكة يبلغ حجم السوق 80 مليار ريال سنوياً مع معدل نمو متوقع 2 إلى 3%. على الأقل 300 ألف شخص بيقوموا بعملية شراء خدمة على الإنترنت شهرياً. عندنا في المملكة 1,700,000 مؤسسة فردية، إضافة إلى ملايين الأفراد اللي عندهم المهارة والرغبة في تقديم الخدمة، لكن ما عندهم إمكانية الوصول للعملاء وما لهم وجود إلكتروني. بدأنا العمل في جدة من أسابيع قليلة، وعندنا الآن أكثر من 1,200 مزود خدمة. استلمنا في نوفمبر 30 طلب خدمة من عملاء. نطمح إننا نغطي 5 مدن في عام 2017 و10 مدن في عام 2018 إن شاء الله. وعشان نحقق هذا الهدف نحتاج 560 ألف ريال نستثمرها في زيادة حجم فريق المبيعات والتشغيل، إضافة إلى تغطية مصاريف التسويق. سيرفيس مش بس مشروع تجاري، سيرفيس لها أهمية لمساهمتها في تطوير اقتصادي اجتماعي في المملكة. كونوا جزء من ثورة الخدمات، وأي خدمة تخطر على بالك هنساعدك في الحصول عليها. Hello everyone, my name is Mahmoud and I'm here to talk to you today about the latest trend in digital marketing. Now we've all seen these young men and women who are always on their phone, taking selfies, documenting every little detail they do and posting it on social media. We've all heard of somebody who's posted a video, it went viral, and now they're a social celebrity. In today's world, these are known as social media influencers or bloggers. Now, influencer marketing is when a brand works with this individual to promote their brand or product on their social media networks. To give you a little bit of perspective, actually we've launched a platform called theinfluencer.com. So it's a platform that automates the influencer marketing process in all its aspects, giving exposure and reach to for brands and influencers in different markets. So a Saudi influencer would have exposure to brands in other markets, and brands who are targeting Saudi would have reach to a Saudi influencer. So to give you a little bit of perspective, meet Asia. Asia is an influencer with 1.5 million influencers on Instagram alone. To give you an idea of how much these influencers are charging, on average, $1,900 per Instagram post. For a video, $5,000. For an event, $6,000 just to show up. So a lot of effort goes into creating a campaign from the influencer side. The influencer has to send out media kits. They have to create the contents. They have to engage their followers and produce reports. On the other hand, meet Jude. Jude is a media planner at Mindshare. He often works with influencers, despite it being a very painful and difficult process. Brands have a difficulty identifying and engaging these influencers. There's no real measure of ROI, there's no reporting. It's a fragmented market. It's a very manual process that's being done on Excel sheets
Plus, I mean, there's so many people you can manage before things start to go wrong. That's why we are the perfect tool to facilitate this transaction between brand and influencer. Brands pay a monthly subscription to use the tool, launch campaigns, and send assignments to the influencers. We help them scale the number of campaigns and influencers that they manage. We help them produce live reports so they can measure their ROI, all at a great time and cost saving of approximately $8,000 per campaign. For the influencer, we help them scale and monetize their activities on social media through greater exposure to brands and agencies. We are on a revenue sharing model with the influencers, and today we have identified more than 1,500 influencers yet to be onboarded. We do not believe in exclusivity or locking in influencers. We believe in empowering them rather than limiting them. Looking at the market size, globally, influencer marketing spend is supposed to reach $24 billion in 2019, with the EMENA region being $8 billion. The MENA region is a little bit harder to verify because the budgets are coming from multiple sources. Looking at the competition, there's four players in the market. Front Row is more of a directory, so there is no real automation there. The other three, they automate part of the process, but it's a very limiting workflow. On the other hand, at the influencer, we empower our users. We put them in the driver's seat, giving them a multi-level KPI dashboard, allowing them to monitor their campaign and optimize accordingly, with it being flexible for multiple user types and multiple workflows. Our team is made up of myself, with 13 years experience in technology and publishing and media, Soha, 10 years experience, also publishing and media, and 5 developers. I've been glad to say that we are launching in January our beta testing with 2 of the biggest agencies in the region, and we're looking to raise $400,000 to hire the rest of the team and scale our growth and continue to develop our advanced features. If you're willing to invest with us, or if you're looking to run an influencer campaign, please reach out. Thank you. أنا وأصحابي كنا قاعدين بنتفرج على ماتش فاينل تشامبيونز ليج ما بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد. النتيجة كانت 1-0 لأتلتيكو مدريد. كان باقي 3 دقايق بالظبط على الماتش عشان يخلص. إيه اللي حصل؟ سيبنا الماتش ومشينا عشان كنا ساعتها بنشجع ريال مدريد. وإحنا ماشيين بعد دقيقتين بالظبط سمعنا ناس بتهيص وبتشجع وبتسقف مش فاهمين إيه اللي حصل. رجعنا بسرعة عشان نشوف إيه اللي حصل. عمالين نخبط عمالين يا جماعة افتحوا لنا عايزين نشوف إيه اللي حصل. According to our different personas في اللحظة دي في واحد كان عايز يعرف النتيجة، في واحد كان عايز يشوف الجون اللي دخل، في واحد كان عايز يشوف اصحابه وبيقولوا ايه على السوشيال ميديا عن الجون او عن الماتش، وفي ناس كانت عايزه تقرا الاخبار عشان تعرف ايه اللي هيحصل، هتبقى في بينالتيز ولا اكسترا تايم. في اكتر من 100 ابلكيشن بيقدم نتائج الماتشات، في اكتر من 150 ابلكيشن بيقدم الفيديوز والهايلايتس بتاعت الماتشات، في اكتر من 10,000 ويب سايت بيقدم اخبار، في اكتر من 2 مليون بيج فيو، في اكتر من 2 مليون بيج وتويتر اكاونت. طيب احنا عملنا ايه؟ One place for all your favorite football content. هنخليك توفر وقتك وتلاقي اللي انت عايزه في الوقت اللي انت عايزه. 3bond.com. برغم الاختلافات اللي موجوده في التيم عندنا بسبب الماتشات وبسبب تشجيع الفرق المختلفه، we have one thing in common. The 4 F's. Family, friends, food، طبعا football. محمد عبد التواب، former UX manager at بيقولك، مصطفى، front end lead at Vision Media، عمرو عافيه، former marketing اترافيستا، ماجد شلبي وطارق داتا ساينتست معانا في التيم، الاثنين ماسترز ان اي اي. طارق كان اكس سوني وامازون، وعلمة اوبريشنز مانجر في ديرنديل. انا وعمر كنا بندرب طارق وهاني في فرقه الجامعه وكسبنا الحمد لله بطوله. بدانا قبل كده شغل مع بعض ما وفقناش، والحمد لله المره دي احنا وفقنا. طيب دي ما كانتش مشكلتنا بس احنا واصحابي اللي كنا بنتفرج على الماتش، دي مشكله اكتر من 50 مليون يونيك فيزيتور بير مانث. بيدخلوا على 300
أكتر من 300 million page view per month. It's a $1.2 billion market. إزاي هنكسب؟ عندنا short term plan و long term plan. short term plan بتاعتنا omni-channel store بحيث ان احنا نقدر نريكومند للناس الايتيمز اللي هم بيحبوها اكوردنج للبريفرنس بتاعتها. سبسكريبشن موديل وبارتنرشيبس، احنا الحمد لله ثرو اور فيسبوك جروب اند ويب اند بيج قدرنا نبيع ايتيمز، ودلوقتي بنبيلد البلاتفورم بتاعتنا بحيث ان احنا نقدر نريكومند الايتيمز دي. السبسكريبشن موديل شغالين دلوقتي مع ديجيتال ايجنسي في مصر ايرلي توكس معاها بان احنا ناخد اكسكلوسيف كونتنت من الانديه اللي موجوده بره مصر في انجلترا والانديه اللي موجوده في السعوديه. Partnerships الحمد لله اول ما عملنا الويب سايت جالنا كذا ويب سايت عايز يحط الانفو او النيوز بتاعته عندنا. لونج تيرم بلان اكوردنج للترافيك هنبدا ندي للببلشر الناس عايزه تتفرج على ايه امتى، فما يقعدش كل شويه يطلع اخبار ملهاش لازمه في اللحظه دي. وطبعا التارجت ادز، طيب احنا في شهر 3 اللي فات كنا مجرد فكره قدمنا فيها في تيك في مصر على انكيوبيشن، كسبنا الانكيوبيشن، وبعد كده قدمنا الفكره في ام اي تي عرب، كنا من احسن 10 افكار على مستوى الوطن العربي في اللحظه دي. الحمد لله عملنا لونش للبرودكت. اللونش ده خلانا نوصل لايه؟ نوصل لاكثر من 25 يونيك فيزيتور بير مانث، لاكثر من 110 بيج فيوز، لاكثر من 30% ريتيرنينج فيزيتورز، بيشوفوا اكثر من 5 بيجز بير سيشن، بيقعدوا اكثر من 4 مينتس. طيب الدايفرستي اللي موجوده في التيم بتاعنا، انا كيو اكس عملت اكثر من 200 انترفيو كفوكس جروبس بتاع عشان نعرف البيرسونز بتاعت الناس بتتابع الكوره بتحبها، عايز تابع الكوره فين، عايز تابع الكوره ازاي، عايز اشوفها فين. طارق وماجد قعدوا والحمد لله وصلنا ان احنا عملنا حاجه اسمها جينيريك كراولر بحيث ان احنا نقدر نكولكت اي داتا في اي وقت احنا عايزينه. فلو عايزين نفتح بكره في بلد تانية هتبقى مجرد دقائق في ان احنا نحط اليو ار اس دي بس عشان نفتح في بلد تانية. ودلوقتي احنا بنقدر نليبل الكونتنت اللي جاي من السوشيال ميديا ومن الويب سايتس بحيث ان احنا نقدر نريكومند الداتا دي لليوزرز اكوردنج للبريفرنسز بتاعتهم. اور لونش ماركتنج كامبين خلتنا نريبريزنت مصر في جايتكس 2016 باقل من $400 في 60 يوم، وصلنا ل 80,000 لايك، وصلنا لاكثر من 600,000 بوست انجيجمنت. الحمد لله الريتش كان اكثر من 7 مليون للبوست الواحد. الكوست بير اكوزيشن في اللحظه دي كان 2 سنتس. طيب انا عايزكم تساعدوني ان احنا نوصل لكل واحد موجود في المينا ريجن، ان احنا نخلي كل واحد عايز يتفرج على الكوره يتابعها بجد، ما يبقاش قاعد بيتفرج على الماتش وتايه ما بين كل الابلكيشنز والويب سايتس عشان يوصل للمعلومه اللي هو عايزها. احنا ابتداء من شهر 1 ان شاء الله هنريز سيد انفستمنت هوبفلي فروم ان انجل انفستر. اتمنى ان تدخلوا على الويب سايت ان شاء الله ويحوز اعجابكم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الذي خلق اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. ضاد محرك التدقيق اللغوي الآلي الأول للغة العربية. كثيرا ما نعاني في التدقيق اللغوي والأخطاء المطبعية واقتباس أو كشف الانتحال باللغة أو في المحتوى العربي. مئات الآلاف بل الملايين من يعانون التدقيق اللغوي والأخطاء المطبعية عند كتابة اللغة العربية، وكمان والمئات والآلاف المؤسسات والجامعات التي تعاني في اقتباس وانتحال المحتوى للغة العربية. نحن هنا في ضاد منصة إلكترونية تقدم التدقيق اللغوي الآلي للغة العربية، كمان زائد خدمة كشف الانتحال أو الاقتباس للغة أو المحتوى العربي. بالمرحلة الأولى ضاد يستهدف كل من المملكة العربية السعودية والأردن، حيث أن أكثر من 60 جامعة وأكثر من 200 دار نشر بكل من المنطقتين، وأكثر من 22 مليون مستخدم للإنترنت باللغة العربية. بالمرحلة الأولى راح نستهدف السعودية والأردن ومن ثم المنطقة كاملة والعالم بأسره إن شاء الله. تكشف إحصائيات نشرت بعام 2013 بأن عدد مستخدمي شبكة الإنترنت باللغة العربية يتجاوز عددهم 135 مليون مستخدم عربي على الإنترنت باللغة العربية، اللي تحتل اللغة العربية المرتبة الرابعة عالمياً في استخدام الإنترنت. ضاد والمدققين اللغويين اليدويين
المنتجين اللغويين على سبيل المثال صفحة واحدة يأخذ أكثر من أسبوع، أكثر من 5 دولارات. كمان في إيجاد أخطاء مطبعية، ضاد بأرخص الأسعار أوتوماتيك بنفس اللحظة، ضاد يقدم خدمة كشف الانتحال أو الاقتباس، كما أن مدقق أوفس عدم تمييز الأخطاء اللغوية البسيطة للغة العربية. نموذج العمل لإيرادات لضاد، ضاد يقدم حزمتين، حزمة المؤسسات والجامعات والتي اشتراك سنوي بعدد اليوزرز، وحزمة الطلاب والمحررين باشتراك شهري، باشتراك 4 شهور، باشتراك سنة. كما أنها تقدم التدقيق الإملائي المجاني لمدة شهر من التسجيل. اعتمدنا في تطوير ضاد بناء بنية هيكلية متعددة الطبقات لكي تتلائم كل الأنظمة والتطبيقات. كما أنها تتركز تكاليف ضاد في بناء خوارزميات اللغة العربية، بناء قاعدة بيانات هائلة لكشف الانتحال والاقتباس، كمان في حقوق، في تسجيل حقوق ملكيتها، والتي تبلغ حوالي 300,000 دولار أمريكي. أنا هنا في ضاد محمد السباعي، مؤسس شركة ضاد بوب ديزاينر، بفريق عمل المدير التقني الدكتور محمد العيدروس ماشين ليرنينج وكاتب خوارزميات، الدكتور أمين باحميد نظم معلومات وكاتب خوارزميات، ماجستير محمد سالم باركوت ذكاء اصطناعي وكاتب خوارزميات. مستشارين ضاد الأستاذ الدكتور عبد الله بابعير نائب رئيس جامعة حضرموت للشؤون الأكاديمية مستشار اللغة العربية، الدكتورة ندى غنيم رئيس قسم الحاسوب بجامعة دمشق مستشارة تقنية، الدكتور ماجد الجفري جامعة علوم التكنولوجيا جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مستشار تقني. نحن هنا في ضاد نعمل على تحقيق الحلم النهوض باللغة العربية وإثراء المحتوى العربي. قدمتم. شكرا. شكرا للشركات الناشئة. أتوقع اللجنة، وإحنا برضو عندنا فرصة للتصويت. اللجنة أتوقع يعني حتحتار بين هذه المشاريع كلها ما شاء الله. إحنا عندنا فرصة أيضا على التصويت على موقع عرب نت لكل مشروع ناشئ مفضل لك، تستطيع أن تصوت له على الموقع. فأشكرهم كلهم، وإن كان لي عتب على عبد الله سبويلي، افتحوا حلاقين مو بس صوالين مو شعري قصير خلاص. يعطيكم العافية، نحييهم، شكرا جزيلا لهم، شكرا. الآن عندنا بريك، إن شاء الله نرجع على 12:30، لكن نتمنى من اللجنة أنها تبقى مكانها، لأن راح يتواصل معهم المنظمين يأخذوا منهم الأوراق. إن شاء الله نرجع 12:30، حيكون عندنا مسابقتين لسه راح نعلن عنها. أتمنى أنكم تستمتعوا بأوقاتكم، شكرا لكم.